دعت هيئات مغربية مناهضة للتطبيع إلى مشاركة قوية في المسيرة المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني التي دعا إليها مناهضو التطبيع يوم الأحد المقبل. وتعتزم الجبهة التي تضم أكثر من 20 هيئة مناهضة للتطبيع تأطير ندوة وطنية حول التطبيع التربوي يوم الجمعة وتنظيم احتجاجات في اليوم الوطني لمناهضة التطبيع المتزامن مع يوم التوقيع على اتفاقية الخزي والعار. الجبهة المغربية جددت مطلب الإسقاط الكامل لجميع اتفاقيات الخزي والعار المبرمة من قبل النظام المغربي ومؤسساته الرسمية وإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وكذا العمل على إخراج مقترح تجريم التطبيع المجمد في أدراج البرلمان إلى الوجود استجابة لمطالب الشارع المغربي وقواه الحية. وينال البركات كل من صلى عليه.